أينما كنتم وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطوة جديدة في سكة الأوتار وسكة وتر، من خلالها نقترب أكثر من مسيرة فنية لحنية موسيقية لونية، والحديث يطول والتعاريف يعني تتقافز أمامي، وأنا أحتار في الاختيار ما بين كل هذه المسميات والاتجاهات. تعريفا لضيفي الكبير عبر هذه الحلقات الأستاذ شرحبيل أحمد، أنا سعيدة بثالث الحلقات وأنت في صحبة سكة وتر، أهلا بك. أهلا أهلا بكم. أهلا بك كثير دكتور عبد عثمان عفا، وأنت أستاذ كلية الفنون الجميلة جامعة السودان، وأنت ضيف كريم على هذه الحلقة، أهلا بك كثير. نشكركم جدا على هذه الضيافة. أهلا بك. نسرين الهندي، أنت ضيفة كريمة على سكة وتر بحضورك وصوتك الجميل ومشاركتك في هذه الحلقة، ونحن جميعا نكرم ونوسم أستاذنا شرحبيل أحمد، أهلا بك. والله أنا سعيدة جدا أني أكون يعني أتشرف يعني أني أكون برفقة الأستاذ الكبير القامة أستاذ شرحبيل أحمد، وأنا من يعني أكثر المعجبين بفنه بأغاني جميلة، وربنا يحفظك ويخليك لنا أستاذ. اللهم آمين. أستاذ شرحبيل، يمكن في حلقاتنا الفاتت حاولنا أنه نغطي كل جزئية، ما غطينا، لكن في كل مجال حاولنا أنه نلقي عليه شيء من الضوء. مجال الرسم والفنون عموما هو المجال الأوسع، لكن لما بدينا نتحدث عن هذه المسيرة كانت الرسومات هي الطابع الأول، يعني من بداية رسمك لحد دخولك لمجال له علاقة حتى بالرسم في محاولة لدخول ولوج عالم عملي إن صح التعبير. أنا ما عايز أرجع لنفس الجزئية، لكن في تحضيرنا كنت بتحكيني عن الزير المغطى بحاجات تفاصيل معينة، الكروشيه الموجود في البيت، حتى الغوطة كده ممكن يحرك الهواء بتاع الزير ويعمل صوت، فما بين الصوت والتلوين والرسم الباكر، والوالدة كانت فنانة وهي والدة الأستاذ شرحبيل أحمد. الحقيقة دي محطة جيدة جدا وجميلة جدا، وبتوري لأي درجة إنه البيت كان له تأثير يعني الحياة دي. وحكاية الزير كانت والدتي رحمة الله عليها يعني فنانة، وفي في 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 عمل الإبرة بالذات، وكانت كل المفارش بتاعتنا في البيت بيكون من صنعها هي، وحتى الزير والقلة القلة الصغيرة والقلة الكبيرة ما يعني يعني كان لهم نصيب جدا من الحاجات دي، الغطية المطرزة ومحلية أطرافها بالسكسك الملون اللي لما يحرك الهواء يعني الصوت جميل جدا. دي كانت واحدة من الحاجات الحقيقة، لأن كنت مباشرة ومتابعة الهبابات والهبابات في واحدة بتشبه العلم كده، مسكوها كده بتكون قاعدة في 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 المساند في ايوه في المساند وفي المخدات، وفي النوع الثاني برضه المدور، وبيكون مشغول بيعمل له نوع من الشعر من حوالين وكده زي السلفان كده. بالضبط كده. فدي كانت حياة جميلة الحقيقة، وكانت هي يمكن دي من الحياة اللي غرست في نفسي حب الفنون في المراحل الأولى. في الوقت ده أنا كنت في المرحلة الأولية يعني، أنا كنت حتى أنا كنت بندهش جدا لما أشوف أمي مثلا بتكون في حاجة مرسومة وهي خلاص اتطرزت في ركن من أركان المفرش، فتقوم هي تجيب الثاني تجيب الحتة الفاضية وتحدد الحتة الدارة تشوف فيها الرسمة الثانية اللي هي بتشبه هذيك، وبكون ما رسمة واحدة مكررة. يلا بتقوم تعمل عشان تقوم تجيب المعلقة وتدهن المعلقة في شعرها في مسايرها كده، وتقوم تعملها في الفوطة أو في الملاية الربن. الربن نعم. تعمل لها ربن تمسحها كده، فالمسح ده بيقوم يعمل برينت للحاجة اللي بتحت، تعمل لها برينت بفوق، تمسح المعلقة في شعر في مسايرها. الشعر طبعا بيكون فيه دهن بيكون فيه دهن أو فوقه
whatever يعني النوع اللي بيستعملون. قام الدكتور طوالي زي قام قال لك مصطلح كده يعني الربنج في الكلية بيستخدمونه في الكلية لطلابنا بخصوص الملامس عشان تعمل ملامس مختلفة محتاج النوع ده من الأسلوب. بيستخدموا الأساريين في نقل الصورة ونقل الأشياء الموجودة في الجدران بتاعت المعابد وياخذ منها كوبي بالمستوى ده بس. شوف دي كان بيعمل وبعدين طبعا انت لك حق تطلع فنان في كل شيء يعني انت طالع من بيت شو حس تقدم فني عالي يعني ببساطه لكن نظريات الحديثه اللي قالت لها مرادف بالضبط تمام يعني كان شيء معروف وفي حتى في يعني كل الجيران كلهم كانوا بيعملوا نفس الحكايه وكانت الفوطه ولا الملايه السمحه بتمر على البيوت كلها يعملوا منها كوبي و يعني بالضبط ده كان واحد من الحياة. حتى انا كنت مشارك باني بيرسلوني امشي كان في مدرمان الدكان الكبير اللي هو يعتبر سوبر ماركت بيغذي كل مدرمان والعباسية والحوالينا دكان علي الرباطابي رحمة الله عليه هسه اللي هو دكان كان غرب مستشفى تيان المحي هسه اللي هو كان مستشفى الإرسالية سابقا. الدكان ده كان فيه كل الحياة النسائية من ملبوسات وريحة رياح مختلفة وبعدين أقمشة مختلفة وكمان خيوط اللي بيستعملوها في 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 في, في الحاجات دي تطريز بالألوان المختلفة. فكان تقول لي امشي خليه يدوك من الأخضر الزرع ده كده يجيب لي من ده كده ويجيب لي من ده ويجيب لي كده. فيعني دي كانت بالنسبة لي حاجة متقدمة في نزول بكون بعرف وهو صغير كان بعرف الحاجة دي. من هنا طبعا بتكون بدأت القصة بتاعت الفنون وتغزت من الحتة دي لحد ما مشينا سلكت المسألة نعم. لكن يمكن يا دكتور يعني وجود المسألة ده على المستوى العملي والمستوى النظري المتقدم دي معناه انه الحس الفني الموجود نفسه ما مسألة تأدية شيء متعارف عليهم بين الأقران أو النديدات والصحبات في الحلة لكن مسألة مجهود متبارع عليه لأنه الشيء الأسمح الفوطة الأسمح بتمر الحلة كلها من باب التباري والمباهة. أستاذ نشر حبيلي يعني المسيرة طويلة والكلام في كل جزئية أجمل من الذي كان ومن الذي ننتظر يعني أنا سعيدة بهذا اللقاء لكن في بداية حلقتنا دي تعودنا نغني ونسمع لك فتختار لنا شنو؟ اخترنا أغنية بتاعت أبعد وأبعد نسمع وحتشاركنا بها نسرين إن شاء الله. أنا أتشرف إني أنا أقدم حاجة إن شاء الله أتمنى رضاك ورضا الجمهور إن شاء الله. إن شاء الله. ابعد وابعد
تشكي هوايا ذكراك عزايا لك أستاذ نجر حبيل، وشكرا لنسرين وهي بتتقمص شيء من ضوءك ومن قلقك في ناس شاركك في الأغنية دي، ومش بس جيل كامل من ناس في عمرها والأكبر منها والأصغر بيستلهموا منك قدرتك على العطاء والإبداع. يمكن تكلمنا في شيء من التمرحل عن معظم المراحل، وعن أول ألوان الدكلة صاحبك محمد خضر العبادي، وعن اللوحة اللي كانت بالنسبة لك آسرة في وقتها وانت بتشوفها في الشباك بكل تفاصيلها في واحدة من الحلقات الفاتت. لكن مرحلة الدخول للكلية وما بعدها من نشاط عملي أعتقد أنه هي المرحلة المناسبة الآن للحديث عنها بشيء من التمرحل التاريخي. طبعا بعد الكلية دخلنا الحياة العملية، وكنت أنا طبعا بما أني كنت مولع بعمل الحبر او الاستريشن واعمال الاطفال، وخاصه كانت مجله الصبيان هي المجله الرائده واللي تاثرنا بها. نحن كنا من المرحله الاوليه مرورا بالمرحله الابتدائيه حتى في الكليه. حتى في الكليه كان في الاجازات الواحد بيمشي مكتب النشر التاوق عشان يشوف. وبعدين طبعا الفرصه بتاعت محمد خضر دي تعرفي عملت حاجه عجيبه اللي هي خلتني انا رسمتها في الصبيان قبل ما اتخرج. ليه؟ دي يعني ممكن نحكي مناسبتها. محمد خضر طبعا لما لقانا انا برسم قال لي يا اخي انا بشتغل في مكتب النشر، ولكن انا دار امشي الكليه الحربيه، وهم هسه مديني شغل هنا وانا ما قادر اشتغل لانه بذاكر عشان الكليه الحربيه، بتقدر تعمل لي دين؟ فقمت قلت له قال لي خلاص انت امشي اعمل. عملت له زي كم حاجه، الحياه دي اتنشرت في الصبيان حتى انا ما مضيت اسمي فيها من استعجالي ولخمتي ما مضيت اسمي فيها، لكن اتذكر رسمتها بقنبور معاه الكلب حقه هنا ماشي في القلعه، ورسمتها برضه منظر ثاني منظر قريه كده حاجه زي دي. دي من الحياه اللي كان موكلنا لمحمد خضر وهو اشتغل اداني لي انا، لقى الفرصه اداني لي انا، وانا ما صدقت انه اداني الحبر الشيني والسنه واشتغلت الحاجه دي. يلا بعد الكليه طوالي يعني كانت طوالي يعني نفسي انه امشي اشتغل في مكتب النشر، فعلا مشيت قدمتها واخذوني طوالي لانه طبعا زور خريج وكده وبتاع، فمشيت اشتغلت في مكتب النشر ولقيت قدامي كان مجموعه من الاساتذه كان اشتغلوا في العدد دائما اعتادوا ناس مكتب النشر لما تيجي نهاية السنة بيعمل عدد بسموه العدد الممتاز. العدد طبعا العادي بيكون 32 صفحة، ده بيكون دبل بيكون 64 صفحة. بيكون فيه متنوعات كثيرة جدا وبيشاركوا فيه ناس الكلية كمان. يعني أتذكر الصالح شارك وناس رباح وناس يوسف بلال ومجموعة من الأساتذة في الوقت ده شاركوا في بيشاركوا في الإخراج، وخاصة العدد بيطلع في
على غير العاده بتطلع فيه صفحات ملونه بالاربع الوان، طبعا النظام بتاع السبريشن القديم بتاع الاوفست. وفعلا لقيت في لما دخلت لقيت استاذ صالحي كان راسم عمك تنجو عامل تيمكوره، والتيمكوره كان عامله منه من الـ من الـ من الاصطاف بتاع مكتب النشر ذاته، يعني كان راسم الاصطاف كله في لانجون وده ما عارف شنو ده شنو. طبعا طبعا عمك كان معمول راجل عادي بيصنعها كده ودقن شنو ما عنده دقن وكان معملها. فانا لما جيت لقيت الحياه دي فقاموا اكلوا لي في اول مره. بشتغل حاجات مختلفه، يعني مثلا في رسومات بتيجي جاهزه من برا زي الجزيره المسحوره وقصص بتاع طرزان وحامد شيخ البشان لو بتتذكر الحياه دي يا دكتور عبده. وكنت برتبها من اليمين، برتبها بتكون من الشمال لليمين، انا بجيبها برتبها من اليمين للشمال عشان تبقى عشان هي مترجمه بالعربي. وبرسم الصف في الصفحه العلميه برضه بشتغل شويه صفحه العلوم في حاجه اسمها دو ات يور سيلف. انا يمكن استشير حبيبي الجزئيه بتاع المجلات المتخصصه تعليم الكبار الهدهد والصبيان الوقت ده كانت ما في، يمكن كلها حنجيها بشيء من التفصيل وحتى عن غياب الان وان هي وين من الساحه. هنا كان عدد مقدر يمكن 7 أو 8 اصدارات. الان السؤال يتبادر الى ذهني انه بعد 50 عام من الاستمرار اين هذه المجلات اللي كانت ضائعه الصيت والاثر في كل اجيال متعاقبه؟ يعني 50 سنه بنتكلم على 5 من الاجيال اذا حسبنا انه كل جيل 10 من السنوات. دكتور بس يمكن كلامنا عن التفاصيل الاسريه واللا علاقه بالتاثر والبيئه، كل انسان هو ابن لبيئته، لكن الى اي مدى هذه الاشياء ما بين الاكتساب وما بين الفطره تجنح الى الاكثر اثرا في الاثنين؟ البيئة المحيطة للإنسان هي الملهمة اليوم، وهو اللي بيلتقط منها كل مفردات مستقبل المهنة اللي ممكن هو يدخلها، سواء كان مهنة الأب أو بيحافز من مهنة الأم زي ما تفضل الأستاذ شرحبيل وحكى في هذا الجانب. فيبقى البيئة هي 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 الملهمة، وهي اللي بتضع اللمسات الأولى والدروب الأولى اللي بتخلي الإنسان يشيك بعد كده طريق واضح فيها. بعد كده المزلة بتاعت الصقل هذه الموهبة يبقى عداك هي الناحية الأكاديمية، لكن البواكير الأولى لظهور موهبة دي مزلة مربوطة بمزلة إلهية، وربنا سبحانه وتعالى بيدي أي زول في جانب معين سواء كان إلهام الشعر أو الرسم أو الكورة أو أو أو. فيبقى شرحبيل كان هو محظوظ في أنه وجد البيئة الصالحة دي، وحقيقة يمكن الرسم بدأ قبل الغنى، يعني دائما الرسم يبدأ قبل الغنى لأنه هو أسهل تناولا. الغنى قد يكون في البداية دندنات، لكن الرسم بيكون واضح في أثره في الورق، يعني ده طبيعي في طفولة كلها بسرعة عامة. نعم الرسم في البداية الرسم بيسهر لأنه أسهل. ممكن زمان تكون رسمت في لوحة الأردواس كمان جدا، هاي لوحة الأردواس وده كان طبعا ده عالم كبير جدا لأنه هو ملك الراس. ما اظن انكم تتذكروا الحكايه بشكل ده، لوح الاردواس اللي هو لوح من يشبه السبوره، يشبه السبوره لكنه على صغير من ماده الجرانيت اظن الحكايه الجرافايت. الجرافايت وبعدين عنده قلم، عنده قلم زي السي بتاعكم بتاع الموبايل ايديا كده، هو بتشخت وبيسيب اثر ابيض ويتمسح. فده كان اشبه بالسبوره اليومين ديل اللي له علاقه بالاقلام بتاع الفايروس الاردواس. فده كان يعني واسع جدا في مجاله في انه الرسم والخطوط وكده. فده انا افتكر انه المدرسه ايضا مرحله ثانيه كان محطه افتكر مهمه جدا بالنسبه للاستاذ شرحبيل وبالنسبه لكل الناس اللي قروا في فتره الكتاب، لانه كان حصه الاعمال وحصه الرسم يعني مزاله وحصه مهمه جدا جدا في انه زي زول زي شرحبيل عنده القابليه كان بيلقاها من خلال هذه حصه الاعمال. صراحة ما كان فيها رسم وكان فيها تجسيد، رسم بتاع نماذج مجسمة من الطين. نحن طبعا يعني بنقول صلصال لكن هو الطين من حول المدرسة بيتلمى وبعدين بيشكل على حسب رؤية الطالب وقتها يعني أو التلميذ. أنا أفتكر البيئة كلها بصورة عامة في الزمن ده كانت بيئة صالحة وملهمة وكان بتحدد للناس يمشوا مسارات كيف. نسرين زي في اتفاق إن كل الناس بيبدوا يرسموا في الأول ومن بعدها بتتشعب الاتجاهات الفنيه الاخرى، رسمتي برضه انت؟
لا انا بختلف. هنا يمكن برضو موهبتي الغنى ما كانت موجوده زمان، طبعا علاقتي طبعا بالرسم ضعيفه شديد، لكن انا يمكن بدات اعزف على آلة الاورج. وبرضو زي ما قال الاستاذ، البيئه هي الملهمه للانسان، انه يعني الموهبه انها تتحدد بالبيئه يعني. فانا نشات في بيئه فنيه يعني، الوالد واخواني وكده، لكن سبحان الله في الأول ما كنت أبدا يعني أميل لغناء ولا كده، فكنت بعزف على الأورغان. وفي المدرسة في الإمارات عزفت على آلة الأكورديون، كنت بارعة في الآلة. فسبحان الله يعني القصة شوية زي يعني في شبه بسيط بيني وبين أستاذ، يعني نسيت العازف وكده وركزت على اللي هي هوايتي يعني تمام. استاذ حبيبي ما نسي حاجه، مركز على كل الحاجات ما شاء الله في كل الاتجاهات. لا ما شاء الله، لا انا ما قلت نسى، لكن هو زي هو زي يعني اهتم اكثر بالغنى، فلازم الواحد يعني يكون شويه بيهتم بحاجه على حساب شويه. ممكن في حاجات كثيره يا نسرين، يعني حفاظ الفنان على نفسه جزء من متطلبات كثيره، او استجابه يعني مطلوبات بعينه، لانه يعني ما شاء الله حتى في احنا بنستعد البروفات او في التسجيل وما شابه، انا كنت دائما بتكلم معاه اقول له يا استاذ شرحبيل انت يعني نوع من الرياضه اللي كنت بتمارسها، واحنا عارفين انه زور رياضي ما شاء الله. فهو قام كلمني انا سماح اقول لك يا ترى لكن ما شاء الله بعد له باين ما شاء الله يعني انه ربي يديك الصحه. الفنان نفسه لما نعرف انه هو يعني ما عايزين نقول ملك للجمهور، لكن مرتبط في اذهان الجمهور بقدره دائما على العطاء. أكيد أكيد. يعني شعله من التوهج. نسرين غنت معك يعني اجيال ربما على المستوى الزمني تشكل هذا الحاجز، لكن هذه اللحمه الفنيه اللي شفناها قبل شويه كيف يعاقب عليها استاذ الاجيال؟ والله اعتقد انها يعني نجحت جدا. تسلم يا دي شهاده انا يعني اعتز بها جدا. اعتقد انها بس باقي لها بعد كده انه تدعم الموهبه بتاعتها دي بالدراسه. اكيد. وانا اظن اتكلمت معاها قبل شويه قلت لها حقه انت على كده تقومي تدرسي فن الموسيقى عشان ده بيدعم لك الموهبه بتاعتك. اكيد الخطوه الجايه ان شاء الله باذن الله. وطالما انك عندك مبادئ بتاعت عزف في الاكورديون او الاورجن ده كمان بديك اضافه يعني. وبالاضافه للعود عندي في اغنيه واحده بعرف اعزفها. طيب يمكن هسه دي فرصه لنسرين انها تاخذ يعني محاضره او حصه لحنيه وادائيه، فرصه لاهي وسانحه لنا نحن ولكل المشاهدين ومتابعونا بانه نستمع لعمل ثاني من اعمالك استاذ نشر حبيل. استنى افتكر ستاريا للكم نستمع ستاريا للكم. Thank you.
تجن واحمل همومي اتمسى وعيش برعي برعي والوب طنا شوقي الشديد الشغل فيه ضوى النهار ابو الزليل الطوال تشد رحال رحل بعيد فوق النجوم ترحل بعيد بعيد فوق النجوم الممعنة ترجع صدى يهتف يقول ستار يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل أهضم مناي والوب طلاب
سعيد أظهر سعيد وأروح أعيد كل الشريط من أوله في سرك قلبي الكبير واكتف براي 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 عز الصباح عز الصباح ستار يا ليل ستار يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا شكرا لك أستاذ نشر حبيلي، شكرا على بثك الحماس والدفق في أوصالنا وفي أوصال المفردة واللحن في هذا البلد. يعني تكلمنا على المراحل المختلفة الدكتور، بس لو يعني استشرناك وأنت الباحث والخبير في مجالك، كيف يمكن للرسم أن يظهر لحنا وغناء؟ يعني يمكن الجزء من الرسم هو الإحساس بالإيقاع داخل الرسم أو الإحساس بالتوازن، لكن كيف يمكن أن يكون ثمة علاقة ما بين الرسم والاتجاهات الفنية الأخرى المتمثلة في اللحن وفي الغناء؟ طبعا التعبير عن مشاعر معينة أو عن موضوع معين من خلال المسألة اللي قلناها بتاخد أكثر من سبيل وأكثر من طريقة، في زول يعبر بالكلمة، في زول يعبر باللحن، زول بيعبر بحركات الجسدية بتاعته، وبالتالي دي كلها وسائل لإبراز ما يجول بالخاطر وبالوجدان. الرسم حقيقة هو ينحى هذا المنحى، والرسم عن شرح حبيل حقيقة نحدد يعني موضوعنا ما دام نتكلم عن رسم الأستاذ شرح حبيل. الرسم حقيقة هو عبارة عن زي ما معروف للناس الدارسين إنه هو عبارة عن تنظيم لعناصر بتكون اللوحة. العنصر هو قد يكون الأجسام البشرية الموجودة، قد يكون هي الطبيعة، قد يكون هو المجموعة بتاعت اللاندسكيب أو شارع في المدينة. كيف هو يستطيع إنه هذه العناصر يرتبها ترتيب مكاني بحيث انها تعني حاجه، بحيث انه الترتيب ده يعني في النهايه ايقاع، ويعني تجانس، ويعني موسيقى في النهايه. يعني اللوحه ممكن تسمع موسيقتها. ده كثير من الناس يفتكروا ضرب من الجنون انك تسمع او تشوف الموسيقى. الرسم حقيقه زي ما قلنا هو الرسم زي الهندسه وزي الجبر، هو عباره عن حساب منطقي، حساب مدروس لتوزيع عناصر موجودة في الفراغ بحيث أنه يظهر فيه عمق ثالث. والحاكم في المسألة العين البصرية ربما تكون غير دارسة، لكنها نعم. واعية جدا لمسألة الأبعاد والمساحات. يقول لك ده والله مثلا جسم كبير الرأس صغير بالزبط. حتى لو لم يكن الشخص متخصص بالضبط، ملانه عين الفنان وأسلوب الفنان وأداؤه في اللوحة دي هو بعدم يخلي المشاهد يلتقي ذلك. صحيح. وإذا كان موزونة وإذا كان هي فيها لقاء عادية وفيها التسلسل الزمني، يعني إحنا بنسميه المنظور عبارة عن ترتيب الأشياء في عمقها لحد الأفق. فكيف نختصر ده في ورقة مسطحة؟ ده هنا القيمة الحقيقية بتاعت الفنان في إنه كيف يدرب نفسه يضع هذه الأشياء في ترتيب إلى أن يوصلنا نقطة الأفق وهو مسطح، فيها خدعة بتاعت لون، فيها خدعة بتاعت أحجام، وفيها ترتيب بالمستوى دي. ده أنا أفتكر هو دي الموسيقى نفسها، إنه كل شيء موضوع في مكانه في حيز مكاني يليه مكان آخر وآخر إلى الأفق.
بالتالي هذا النسق هما نسميه لقاء، هما نسميه التوازن، هما نسميه التوزيع والاتجاهات تحت الأشياء المفردات الموجودة. يعني هنا في صبي شايل السبيطة بتاعت بلح، وراه في صبية والفراغ اللي بيناتهم، يعني شيء كثير جدا. اتجاهات الأيادي الشايلة محسوب حساب دقيق بحيث أنها توزع داخل هذه المساحة. الإحساس نفسه التعبير، يعني واحدة من الأشياء اللي أنشرح بيه وهي عالية جدا جدا، القدرة للتعبير من خلال الوجه، اللي هي برضه قيمة جديدة بتوري مدى نقله للإحساس المطلوب في الرسمة. ودي مزلة برضها، مزلة ما سهلة، مزلة كبيرة جدا، كثير من الفنانين لا يستطيعوا ذلك. يا تلوح، امبارح أستاذنا كان مشارك معنا في الحلقة الفاتت أستاذ ترنين، وقال إنه في لوحة بتشم فيها ريحة الغبار، يعني في اللوحة بتشم فيها، كان لها علاقة بالمولد ولا؟ أيوة، هي كانت لوحة عن المولد. يمكن أستاذ يعني شوف التعبير، كان اللوحة تشوفها تشم ريحة الغبار اللي فيها. وده النجاح بتاع الفنان. أعتقد تكون أنت شفتها، عرضناها مرة في قاعة الصداقة. نعم، اللي هي كانت عن المولد النبوي. صحيح، المولد. نعم، فأنا رسمتها طبعا النوبة ماشا وأطفال من الخلف وناس بيتفرجوا وحاولينهم، فأنا يعني رسمتها لدرجة إنه حاولت أظهر الغبار اللي بتقوم عليه في اللحظة. صحيح صحيح، يعني تصوير كان يعني واحدة من الأشياء. أفتكر يعني برضه من الأشياء اللي بيلتزم بها الأستاذ شرحبيل إنه ما عنده فراغ في اللوحة، يعني اللوحة كلها تفاصيل بالترتيب المكاني اللي انا ذكرته قبل شويه. عشان كده بتحس انه اللوحه غنيه جدا جدا بايقاعاتها، غنيه جدا بالتجانس الموجود فيها سواء كان شكلي او لوني. وده انا حقيقه دائما يعني انا بربطه، يمكن قبل تكلمنا في المسائل، بربطه بالموسيقى. يعني الموسيقى بتاع شرحبيل، افتكر انه ويمكن قبل في وانا سويت الكلام ده قلت شرحبيل لو ما كان رسام كان موسيقته الان تكون مختلفه تماما، كانوا حيكون زيه وزي مع احترامي لهم كلهم، حتكون اشبه بالموسيقى السودانيه بصوره عامه. لكن لانه اسي غنى شرحبيل في تفهمي انا وفي حسب يعني متابعتي له يختلف تماما، لكن كنت برد انه سبب اساسا بدايتك للرسم، والرسم الممنهج فيه ايقاع وفيه حساب زي الموسيقى، فيه حساب دقيق جدا جدا للاشكال للالوان. وبالتالي بنلقى الموسيقى في الرسم زي ما انت قلت قبل، قلنا بنشوف الموسيقى. أيوة. وزي ما بنسمع الرسم، يعني حتى الموسيقى بتاعته فيها انت ممكن تشاهد منها الابعاد دي من خلال الزمن، المولوديه عندها موقع، الموسيقى المتابعه لها عندها موقع، الايقاع عنده موقع، بتحس الاحساس نفس الاحساس بتاع اللوحه دي بتحسه في الموسيقى بتاعته. يمكن في سنوات سابقه حاولنا انتاج او فعلا انتجنا برنامج كان يعنى بالعلاقة الظاهرة أو المستترة ما بين اللوحة أو ما بين الموسيقى واللوحة فعلا واللغة المكتوبة أو الشعر، ما بين كل الاتجاهات اللي حفلت بها مسيرتك أستاذ نشر حبيل، ما بين الموسيقى والرسم والغناء، أي واحد في الجزئيات عبر عنك أكثر من الجزئيات الباقية، يعني إحساس معين يعتمد في نفس الفنان، أي هذه الجزئيات نجحت في إظهار ذاك الانفعال بشكل كبير؟ والله انا ما سنتريت بسامه عريضه كده، ما عارف ما عايز احدد نفسي والله، ما قادر احدد. لكن انا في رايي انه كل واحده من الاثنين او من الاثنين يعني عنده حاجاته وراه. ف يعني انا بحاول بقدر الامكان في انه في كل واحده من ديل بحاول يعني ترمي حجر فيها. ايوه اي صحيح بالضبط كده. ولذلك ما اكيد في واحده اكثر، يعني ما تقولي لي اجابات الدبلوماسيه كلهم اولادي وبعيد اولادي زي بعض. لا والله انا حقيقه يعني كل الفنانين دول قاعد احبهم بجد، لكن طبعا الرسم عنده واقع خاص في نفسي. ليه؟ لانه يمكن لانه الرسم هو كان له عصف السبق في الأول. يعني أنا درست الفنون بالأول ومش كده وبس، يعني كانت هواية وهواية، وبعدين في الآخر بقت عمل، بقى شغلة.
طيب انا معلش انا يعني ما بفضل اقول الكلام ده هسه يعني في حامل الكلام ده، لكن الرسم الانسان بيمارسه بانفراديه عاليه، بيبيس فيه كل شجونه واحاسيسه واحلامه واحزانه، بمعزل عن الاخرين. الاخرين قد يكونوا شركاء في موسيقى او شركاء في غناء، فبالتالي هذا الاشتراك في بعض الاحيان ربما يشتت، لا اقول المجهود لكن المشاعر. الرسم هو انكفاء على الذات. طبعا انا ما انت ذا الزول بيكون انت وانت وورقتك انت والوانك يعني في حته واحده، يعني انت مقابل الحاجه دي براك زي ما قلت. ولذلك الواحد بيكون فعلا يعني منكفي ومنصب على هذا العمل بكلياته. هو بالمناسبه اللحن الموسيقي ينطبق على نفس الكلام اللي قلته، لانه اللحن الموسيقي ينشا من الملحن. نقول في الحاله دي الاستاذ شرحبيل نفسه مثلا اغنيه من الاغنيات الفه هو، اللحنه هو، فيبدا اللحن من عنده كما الرسم بالضبط. يعني هم الاثنين واحد. اي نعم. يعني في الرسم هو يعني يكفي نفسه على الورقه ويرسم اللوحه دي، اللحن من نفس المستوى، يشيل العود بتاعه والجيتار ويدندن باللحن الى ان يكتمل، حتى بعد كده يخرج له الاوركسترا. فيبقى في كل الحالات زي ما انتم تقول ليس فقط الرسم، كل حتى الشاعر نفسه، الشاعر لما يلغي قصيده برضه حيكون هو انكفاء على الذات تماما. وكل الفنون مناسبة هي تبدا فكرتها وتبدا تعبير عنها ذاتي في الاول، بعد كده انا يمكن المجال الشعري يعني ما كان جزء من الثلاثيه اللي انا ذكرتها ما بين الموسيقى وال باعتبار انه الاتجاهات اللي كلها برز فيها استاذنا شرحبيل. يا شاغلني نسمع. نسمع
يا قمر ضوى يا قمر ضوى
لك يا جميلة ليلة يا حلوة، لك يا جميلة ليلة يا حلوة، يا قمر ضوى يا قمر ضوى يا قمر ضوى. شكرا لك كثير أستاذ نشر حبيل، ودي واحدة من الأغنيات يعني من أجمل الجميلات، يعني هم كلهم جميلات لكن دي واحدة من أجملهم. فممكن برضو جزئية مهمة أستاذ نشر حبيل حنطرق لها في حوارنا في المحطة الجاية، إنه منذ البداية كنت مهموم بإظهار يعني ولا زلت الملمح السوداني في 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 الموسيقى، يعني ما بين موسيقى الجاز اللي كثيرين بيعتبروها إنها هي شكلت نوع من الحداثة في مسيرة الأغنية السودانية، لكن صوتك بحنيته وبأصالته خلق نوع من المزج ما بين الموسيقى إلى حد كبير تعتبر مولفة توليف على الغنى السوداني، وما بين أصالتنا في ملمح صوتك. واحدة من الأشياء الأصيلة والسودانية اللي أنا بعتبرها باعتبار امتدت لأكثر من 50 سنة هي مجلة الصبيان، بكل ما حملته من تفاصيل نشأت عليها أجيال متعاقبة ومتتالية. لو تحدثنا عن 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 بدايتك مش في العمل، في التعامل مع المجلة من خلال المطالعة اللي بيقوموا بكل الناس في أعمارهم الباكرة، يعني كل اللي بيستمعوا لنا الآن أنا أجزم إنهم هم ارتبطوا في مرحلة من مراحل حياتهم وجدانيا. يعني أنا لما شفت المطبوعات اللي جبناها هسه للاستشهاد بالحلقة يعني حسيت بنوع من الحميمية والعاطفة تجاهها، مثلت بالنسبة لي تجسيد لطفولتي في شكل الرسومات أو في الورقة اللي شوية بيها قديم باعتبار السنوات، فكانت فيها نوع من الارتباط. الصبيان مجلة الصبيان طبعا هي مجلة عريقة جدا، وافتكر حتى هي رائدة في عالم الإصدارات للطفل بالنسبة لعالم 46 بدأت سنة 46، يمكن تكون هي أول مجلة بتاع الطفل متخصصة في الشرق الأوسط. وحقيقة مجلة الصبيان يعني وكان وراها طاقم ممتاز جدا من الأساتذة، وهم مش أساتذة بس هم علماء حقيقة، لأن الحاجة اللي قدموها في مجلة الصبيان هي ما مجرد مجلة، هو كان الحقيقة فكر متقدم جدا، وأنا أقدر أقول يعني هم فرشوا لبنة بتاعت نوع جديد من التثقيف أقول للأطفال، وكان موجود في مجلة الصبيان غير مسبوق. وفكرة المجلة هي ذاتها لو عرفناها هي اللي كانت بسموها مجلة متابعة، لأنه شعبة اللغة العربية في وقت الروضة في الوقت ذاك لما بدأوا يفكروا في المجلة هم قالوا الأطفال بيقروا حاجات صعبة، تاريخ وجغرافيا وحساب وحاجات قوية كده هنا، فنحن لازم نعمل لهم حاجة يرتاحوا فيها، حاجة تكون ثقافية بسيطة وجميلة وبرضه نخط فيها ما نريد أن نرشدهم به بطريقة غير مباشرة. وكانت الفكرة في شنو؟ في مجلة الصبيان، يعني حتى المجلة الصبيان لما طلعت التبويب بتاع ذاته كان مثير جدا جدا، يعني في صفحة البنات، في التاريخ، في الصفحة الدينية، في الجغرافيا، في المغامرة، في الأساطير والأحاجي، فيها صفحة إضحك، فيها الشخصيات المختلفة زي بريد القراء أيوة زي عم بكتنجو، وفيها البازلز، فيها كل الحاجات دي، فطلعت فعلا مجلة يعني متكاملة من كل شيء، ويمكن ده سبب تعلق الأجيال كلها به، وأنا واحد منهم يعني تشرفت إنه بعتقد إنه دي واحدة من الحاجات الجميلة جدا. يمكن مجلة الصبيان هي ساقتني غصبا عني لكلية الفنون الجميلة بالحياة الموجودة فيها، ويمكن لولا مجلة الصبيان ما كنت أنا بقيت رسام. فمجلة الصبيان الحقيقة يعني الواحد قدر ما يتكلم يعني 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 والله أحس بشيء من الألم وأنا أتطرق للجزئية دي بالتحديد، أن يكون لنا إرث رائد يفوق في سنوات عمره 5 من العقود، وبالتالي يندثر ببساطة دون أن ندري أو نعرف أو حتى نفهم لماذا. يعني هي ليست مجلة مختصة بالصغار أو التعليم، الآن تحولت من هذه المرحلة إلى ما يجعلنا مرتبطين بها كإرث.
تقدمي رائد في على مستوى المنطقة، حتى أعمالنا السودانية وأنت يعني لك المساحة في هذا المجال، يتغنى بها الآخرون دون أن يعني يتم ممارسة المسائل الإجرائية السليمة أو الحقوق الموضوعة، مش على مستوى المسائل يعني الزوج والاستئذان، لكن حتى الأعراف والدساتير أو التشريعات المتعلقة بمجالة الفنون كفلت هذه الحقوق. أين نحن من ممارسة الحقوق اللي حقتنا في المقام الأول، يعني في أنه الآخرين يأخذوا أشياءنا أو حتى تراثنا يفرط فيه؟ دي يقول question mark كبيرة جدا جدا، تحتاج لإجابة من جهات متعددة، أرجو ذلك. طيب بالنسبة للجزئية اللي بتخصك أنت أكثر حاجة، يعني تغنى فنان مصري بصرف النظر عن الأسماء والمناسبات بأغنية سودانية منها أغنيتك، دي برضه حتخلفها كويشن مارك ولا حتجاوب؟ لا ابدا والله، طبعا كويشن مارك مش لي انا للناس المسؤولين او للناس اللي بتعنيهم الحياه دي. يعني الاغنيه اللي اتشالت مننا هي ما اغنيه سودانيه، هي صح انا الفتها وانا لحنتها وغنيتها، لكن هي اصبحت ملك للجميع. وين الناس الثانيين اللي عليهم حمايه الحياه دي؟ ليه ما ساهموا في حمايه هذا الحاجة وحاولوا إنه يستخلصوا الموضوع ده، أو زي ما يقولوا يقلعوا لنا حقنا من الناس؟ وين الحتة دي؟ يعني احنا عندنا مثلا نفس السؤال الثاني موجه لنفس الناس، يعني لما نتحدث عن وقوف مجلة عمرها 50 سنة بيبقى الجواب المتوقع انه في بدائل موضوعية او بدائل معادلة على المستوى التأثيري بالنسبة للأجيال المختلفة. فهل ده موجود بالفعل الآن؟ لا ابدا غير موجود. يعني مجلة الصبيان راحت وخلت وراها فراغ كبير جدا جدا، ف نتمنى انه هذا الفراغ يتملي بسرعه. وحقه كان قبل التمني انها ترجع او يكون في بديل لها. السؤال اللي وجهته استاذ انه ليه تجيف؟ انا افتكر ده سؤال كبير جدا، يعني مجله بهذا الحجم النجاح وبهذا الكم الهائل اللي بترصده هي ثقافيا وتربويا، ونجاح منقطع عن نظير في الحته بالذات التربويه بالذات. يعني مثلا يعني القصص بتاعت عم تنجو مثلا اللي انت يعني نحن تشرف انه كنا بنقراها حقيقه وبنتمثلها وبنزعت بها، لانه رسما وموضوعا كانت هي عالية جدا جدا. يعني كل قصص عم تنقل ونحن بنقول الكلام ده قدامك انت موجود، يعني كان نقول ان شاء الله يعني يا بشكرك ما يجي، لكن انا افتكر انه كنا بنستمتع بها غايه المتعه. ويمكن ما كنا هسه نفسر الكلام ده الا انه انا درست بعد كده رسم، لكن وقتها كحال كل الاطفال وقتها كنا يعني بنتلغف المجله لما تجي المدرسه ونشاجر عليها عشان كل زول يلقى فرصه يقرا، واول ما نقراها هي عم تنقل حقيقه يعني قبل الابواب الاخرى. لكن فيها الان اللي بشوفه الان بعيني انا زول الدارس انه فيها قيمه عاليه جدا جدا، قيمه موضوعيه للرسم، قيمه موضوعيه للعناصر الرسم نفسها اللي تكلمنا عنها قبيل، وده خلاها مبهيه وخلت كل زول كان في الوقت ذاك من الاجيال السابقه دي الى الان ممكن يقراها والى الان ممكن يستمتع بها. ممكن دي واحده من الوسائل الموضحه والموصله للكثير من القيم والمعلومات والمعاني في حياتنا، لانه بطبيعه الحال الالوان والرسومات هي الجاذبه لاعين الصغار قبل اي وسائل ثانيه. استاذ حبيب الجزئيه دي ما حن يعني نمشي منها بسرعه، حنرجع ونعقب على كثير لانه الصبيان اتمنى ان تعود ان شاء الله. بس تعدلوا اسمك بقوه صبيان وبنات، بعد كبرنا كده بقينا معترضين. هنسمع أغنية هسه إن شاء الله ونسمع بتقول مشتاق للصبيان. بتقول مشتاق مسكين الشوق، يوم لو زي شوقك بس ما بيحال ولا تسأل، يا سيدنا ولا تفكر توصل. بتقول مشتاق مشتاق مشتاق، بتقول مشتاق بتقول مشتاق مشتاق مشتاق. مشتاق
غيابك ياما سألت عليك السكة حتى كل المرين لو شاف عيونك في نصيا وارفمتن بيت الحلوين ما شغلنا وفاتنا وراك واخترنا معاك وحشنا وديما عليك سألين شغلبنا وفاتنا وراك واحترنا معاك وحشنا وديما عليك سألين سألين بتقول مشتاق بتقول مشتاق 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 بتقول مشتاق 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 شكرا لك استاذ نشر حبيل وشكرا للاغنيات اللي ما زالت صبيه وراقصه وباعثه للبهجه والحركات الايقاعيه. الحديث عن وضع خرط ومناهج تعليميه ليس مساله فقط مرتبطه بالصوره وبالالوان، لكن ايضا متعلقه بمساله محتوى هذه الرسومات، لانه هي عباره عن قصص مسروده تحمل الجانب التحريري في الكتابه وتحمل الجانب التصويري او البصري في الصوره والالوان. عدد من الإصدارات يعني كان في حتى مختصة بمجال تعليم الكبار، وفي الهدهد وفي الباحث الصغير وفي بخت الرضا نعم يعني كمية من الإصدارات. لو تكلمنا عنها بشكل عام وعن فترتها وعن أثرها وعن مزامنة إن يكون في أكثر من 7 أو 8 إصدارات والآن نفتقر إلى هذا العدد الكبير. هو طبعا باكورة الإنتاج كانت الصبيان والصبيان طبعا أفرزت مجلات أخرى، وكانت يعني بالرغم من عمل مجلة الصبيان للكبار للصغار ما أقفلوا أيضا ناس محور الأمية، وقاموا خصصوا لهم مجلة سموها مجلة الكبار،
فهذه كانت بتعني بكل كل حياة الدارسين من الناس الكبار او الناس اللي فاتهم التعليم، وقاموا برضه خصصوا لهم مجلة اسمها مجلة الكبار. ايضا الصغار برضه جدا اللي هم ما دون الخامسة او الخامسة بالذات، فقاموا عملوا لهم مجلة اسمها الهتهت. فدي برضه كانت مجلة معمولة فيها ألوان وفيها رسومات جميلة جدا جدا. أيضا المجلة العلمية، وكان دي بيشرف عليها أيضا بعض الدكاترة ما يحضر الناس معهم، إلا أنهم هم كانوا بيشرفوا على كتابة المواضيع اللي فيها، وكانت بنخرجها احنا بدار النشر، وكان اسمها الباحث الصغير. وأيضا كانت بخطرودة ذاتها عندها مجلة بيسموها مجلة بخطرودة، بتعني بكل المواضيع وبكل ما يحدث في بخطرودة، وبتجسده وفي على شكل مجلة. وأيضا في حاجة تانية اسمها رسالة المعلم، المعلم نفسه كان عنده مجلة خاصة وتناقش كل ما يصدر من كونفرنس ومن مناقشات عالمية حول التعليم، وكانت بتترجم وأيضا تكتب في تنشر في هذه المجلة، وسموها رسالة المعلم. أيضا بتقف على آخر ما توصل إليه التعليم بما يخص إرشاد الطلبة والطرق يعني الحديثة بتحدث. برضو كانت مجلة رسالة المعلم هي بتعملها، ومش كده وبس، حتى اتعملت مجلة تانية كانت لجنوب السودان اللي هي سموها مجلة فيوتشر اسمها المستقبل، ودي كانت بتصدر بالإنجليزية وبالعربي. دي كمان التعليم بالنسبة للأخوان في الجنوب زمان. فدي كل الحياة دي كنا هسه دلوقتي غير متوفرة وغير موجودة. يمكن تكلمنا برضه استاذ نشر حبيل عن مساله المسرح الغنائي والاستعراضي، وقدر شنو هو بيتيح يعني قدر اكبر للمعرفه وحتى للعلم والاستمتاع للمتلقين. مساله الاغاني المصوره، الان يعني العالم كله تغزو الصوره في المقام الاول، والصوره لها السطوه بتاعت الضوء وما شابه، ودي فيها اثراء للمحتوى. وانت عندك يعني تجربه للاغنيه المصوره في لو تعرف الشوب. لو تعرف الشوق وستاري عليل وتعالي عليل ليلة هذه، دي كلها كانت مجموعة من الحياة، لكن بكل أسف برضو ما لقيت انتشار كبير عندنا في السودان. يعني الناس اللي بيعملوا الكليبات واللي بيعملوا الحياة دي ما حريصين بأن يصرفوا عليها كويس عشان تبقى جيدة. يعني برضو في شح في الحتة دي، اتمنى اللي فيها جانب ثاني برضه. نعم. اللي خلاها ما تصير بصوره عامه عندنا في السودان وبيئتنا، نحن بيئتنا الاجتماعيه، انا خلي الكليب اللي بنشوفه عالميا، طبعا هو اساسا جانب من اوروبا من العالم الاول ومشى العالم العربي، لكن مفردات الكليب هي مش الاغنيه وحدها. ايوه. ما يصاحب الغنى من اشياء اخرى بتكمل الصوره بتاعت الاغنيه، ودي يمكن نحن بطبيعتنا يمكن ما بنقدر عليها او ما جزء من ثقافتنا. يعني الاغنيه بيحلوها باشياء اخرى، وفيها شيء استعراضي وفيها شيء يعني ما من طبيعتنا، وبالتالي ما بنقدر نعمل. يعني كل الكليبات اللي شفناها السودانيه الحديثه ينطبق على ذلك، يعني ما هي بطريقتنا السودانيه وبثقافتنا وتقاليدنا السودانيه، فبالتالي لا يمكن نضاهي بها اللي بيحصل هناك في الجانب الاخر بثقافتهم هم وبطرحهم هم. فبالتالي ثراء المضمون السوداني في اللغه، في اللهجات، في الموسيقى، في الجانب البصري. يعني السودان بلد متعدد البيئات والمناخات، يعني وطن
في شكل قارة متعددة، وده اللي أكسب فنانين الكبار والرواد في مجالهم. نعم. مسألة القدرة على التنوع. أنا سعدت فعلا أستاذ نشر حبيل بحلقتنا دي وحلقاتنا الفايتة وحتى الحلقة الجاية إن شاء الله. وأنت فنان جميل وفنان كبير، تعلمنا منك إحنا كأجيال متعاقبة أن نعلم كيفية التنشئة السليمة والتربية وإيصال المعلومة حتى لأبنائنا، يعني إحنا نشأنا على هذا المنوال، ونتمنى أن نكون قادرين على إيصال المعاني اللي اكتسبناها لأطفالنا ولصغارنا. أنا بشكرك كثير وشكرا على حضورك معنا في الحلقة دي ولسه الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا كثير. دكتور عبد العثمان عطا الفضيل، أنت ضيف كريم على هذه الحلقة، نتمنى أن نلتقيك في فقرات أكثر اتساعا على المستوى البرامج والحديث يطول، وأنت المتخصص في هذا المجال وأستاذ كلية الفنون الجميلة جامعة السودان. شكرا جزيلا. أشكركم جدا أنه تبت لي فرصة أقعد مع الأستاذ الكبير أستاذ جلسة حبيل، وأنا سعيد أنه أتشرف بأنه أكون ساهمت في هذه الجلسة المحضورة. شكرا لك كثير يا دكتور، شكرا على حضورك الجميل بيناتنا. نسرين جملتي هذه الحلقة بحضورك وبصوتك. أنا ما عارفة، لكن أنا يعني الحاجة اللي أنا بقدر أقولها اللي هي أنا ما بقدر طبعا أتكلم عن الأستاذ، لكن بقدر أقول أنه هو عبارة عن مدرسة متكاملة، وبعتبر كل أغنية من أغانيه هي عبارة عن يعني محاضرة أو دروس تتقدم لنا نحن نتعلم. يعني كل أغنية إحنا بالنسبة لنا مش بنسمع، أو إحنا بنتعلم منه كيف إنه يعني هو يكون يقدم لنا دروس مجانية، نكون مسؤولين إنه كيف نقدم رسالة ونوصل رسالة للجمهور، وكيف يعني ودي في واحدة من يعني سمات الفنان الناجح والمتطور، الإحساس بالالتزام والمسؤولية تجاه عمله وتجاه الآخرين. أنا بعتبر إنه كل ما تقعد الأغاني دي يعني هو حتى صوته سبحان الله، يعني يمكن دي ملحوظة معلش حاخد من زمن البرنامج شوية، يعني في مقولة بتقول إنه كل ما الصوت يكبر كل ما شوية لا أنا بعتبر أستاذ شرحبيل يعني كل ما الصوت يقعد زي العطر بيتعتق. أنا شرفت كثير إن أنا أكون معك. شكرا لك أستاذ شرحبيل أخيرا، وأنت المدرسة المفتوحة بحب وبقلب مفتوح وبأذرع مشرع لكل الأجيال التي تعلمت منك، كل الأجيال التي تنظر إلى عطائك بالكثير من الانتظار. شكرا لكل اللي يتابعونا ورافقونا في الحلقة دي. حنستمع أخيرا لأغنية نختم بهذه الحلقة، ونشكر كل الذين تابعونا ورافقونا في هذه الحلقة من سكة وتر. الحلقات القادمات أيضا تحمل الكثير من التفاصيل في مسيرة أستاذ نشر حبيل، وأيضا الفنانين الكبار الذين تخيرنا أن نوسم ونكرم عطاءهم من خلال سكة وتر. شكرا لجميع المتابعة.
Thank you.